استبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي إجراء الانتخابات المبكرة في وقتها، مشيراً إلى أن حل الخلاف بشأن الدوائر المتعددة يحتاج وقتاً طويلاً. وقال الموسوي أن الدائرة الواحدة أفضل من الدوائر المتعددة، لا سيما في المناطق المتنازع عليها، مبيناً أن الدوائر المتعددة تعمق الأزمة بين القوى السياسية، وهناك اختلاف كبير ومناقشات قد تؤخر الانتخابات عن موعدها المقرر.